عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي صباحكم، كيف الحال؟ عساكم طيبين إن شاء الله. يا مرحبا بكم، إيش حالكم؟ إن شاء الله بخير، الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك لكم. الساعة كم يا عبد الله؟ الساعة 8:30 الصبح اليوم. الوجه اليوم إن شاء الله مدينة العين، إن شاء الله مدينة العين. منطلقين مع الشباب إن شاء الله، موعدنا معاهم على الساعة 10 إن شاء الله بننطلق. على العموم يا جماعة يعطيكم العافية، درجة الحرارة الحين 22، أول ما طلعت كانت 19. الحمد لله الحمد لله، الأجواء جميلة يا جماعة، الأجواء جميلة. الواحد يستغل الفرصة ويستغل الأوضاع بشكل كامل، ويستغل إن شاء الله هاي الأجواء في رحلات طيبة في دولتنا الحبيبة إن شاء الله رب العالمين. نشكر كل المتابعين، ونشكر كل اللي سوونا اللايك والتعليقات الإيجابية إن شاء الله رب العالمين. في فيديوهات أنا مصورنا الله يسلمكم من رحلة وادي غوب ورحلة كسبو، إن شاء الله بتنزل 3 حلقات تقريبا إن شاء الله خلال الفترة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى لكم التوفيق وعلى المطعم إن شاء الله، ومن ثم على درب العيب نسولف وياكم إن شاء الله. يا مرحبا الساع، حياكم الله. الحمد لله تريقنا وخلصنا، أنا لعبني في المكان. بحط لكم الصورة إن شاء الله الحين عقب شوي. مخصصين باركنات حق الدراجات، يعني أي دراجة بدي، أي شخص عنده دراجة بيجي يبركن في المول، هذا مول صغيروني اسمه أسواق، فيوقف في باركنات مخصصة للدراجات ما شاء الله. أنا هذا اللي يعني شفته وعرفت إنه يعني ما شاء الله ممتاز، شيء زين. بدأ ما توقف عند السيايير ويطالعونك وانت ماخذ باركنج سيارة وغيره وغيره، لا الأمور الحمد لله كانت طيبة وكانت يعني مرتبة. هالأجواء جميلة يا جماعة، الآن درجة حرارة 27، وبالانطلاق إن شاء الله إلى محطة إينوك اللي بعد الأوتلت مول. الأوتلت مول هذا ما شاء الله يعني من أكبر المولات الموجودة اللي يبيع بأرخص الأسعار، يعني إذا في براند في المول يبيع الفانيل ب500، هذا الله يسلمكم عقب سنة سنتين من ينزل موديله يبيعونه ب55 ب60 ب70، يعني باي الأسعار تقريبا. ترى إن شاء الله الشباب بيوصلون وبننطلق إن شاء الله إلى العين. طبعا في حرورة؟ لا ما في حرورة، جو دافي، وأنا منطلق بالدراجة المهب، في برودة ما شاء الله، مما يسهل علينا إن شاء الله رب العالمين. الطريق العين اللي تقريبا تبلغ مسافته بالوقت بساعتين، خلونا مع بعض ان شاء الله نرتب الامور ونضبط الدنيا كلها، وعلى بركه الله ان شاء الله نصور في الانطلاقه ونحن سايرين الى مدينه العين باذن الله سبحانه وتعالى. على بركه الله ان شاء الله منطلقين، الشباب الحمد لله وصلوا، والحين ان شاء الله رب العالمين بسم الله متوكلين على الله الى درب العين دار الزين. يا سلام، مسافه الطريق تقريبا الله يسلمكم 100 كيلو، الدرب ساعه، درجه الحراره الان 27 على متن رحلتنا البي ام دبليو ادفنتشر ان شاء الله، ومتجهين الى مدينه العين على سرعه 135-130 ان شاء الله. على العموم يا جماعة الآن نحن تقريبا قطعنا نص المسافة. المهب ما شاء الله في الأرض المفتوحة دائما المهب يلعب ملاعيبه في السيائر، ما بالكم في الدراجات، لكن ما شاء الله تبارك الله، يعني نحن في الأدفنتشرية منطلقين ما شاء الله بكل قوة بإذن الله سبحانه وتعالى. رسميا نحن الله يسلمكم في مدينة العين، يعني يسمونها منطقة هذه الفقع، منطقة الفقع تابعة لإمارة دبي، يعني تونا مخلصين منها ودشينا في حدود العين، دشينا في حدود العين الله يسلمكم. تمتاز العين الله يسلمكم بالواحات الغناء، واحات النخيل، باقي 60 كيلو إن شاء الله بنوصل مدينة العين بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد شوي بيحين موعد أذان الظهر إن
شاء الله نصلي الظهر يا في المدينه يا نوقف نصلي على حسب نشوف ان شاء الله ابو حميد كيف الترتيب معه. وقفنا في محطه بترول الله يسلمكم صب بترول الحين. باقي مسافه الطريق ان شاء الله 44 كيلو يعني نص ساعه ان شاء الله بنوصل. لكن اجواء جميله جماعه اجواء جميله صراحه. درجه الحراره 27 من طلعنا لما وصلنا احنا شيش البترول. وان شاء الله رب العالمين منطلقين الحين. نحن يا جماعه الخير على مشارف مدينه العين ولله الحمد. مدينه العين الله يسلمكم مشهوره بالتمور، مشهوره بالواحات، مشهوره بالاماكن الجميله الرائعه الطبيعيه ان شاء الله بنسير نحن اربع خمس اماكن ان شاء الله. خلال رحلتنا يوم مكانين اليوم مكانين باكر على حسب يعني بنشوف ان شاء الله كيف الجدول. لكن في البدايه الله يسلمكم احب اعرفكم على اصدقائنا في الرحله يعني من طلعنا من مسكنا خط العين ونحن هاي الجماعه ويانا. من هم الجماعه؟ لحظه شوي ايوه وين زين ان سرعه بط الشارع 141. منو الجماعه هاي مجموعه النوق اللي طالعين من دبي الله يسلمكم ومن ابو ظبي وجايين العين. هاي مجموعه النوق ما شاء الله. هذه احنا بعد ها ربعنا وزملائنا طال عمرك على الخط ما شاء الله طول الدرب نحن نشوفهم. الحمد لله رب العالمين. نحن حاليا ان شاء الله نفس ما قلنا لكم على مشارف مدينه العين ولله الحمد. مدينه العين يعني فيها اقدم جامعه او اول جامعه في دوله الامارات العربيه المتحده اللي هي جامعه الامارات من 1972 73 تم انشائها ما شاء الله. هاي مزارع العين، مزارع ابقار العين، منتجات الحليب والروب واللبن ما شاء الله. هني كيف مزارع تسوي حليب وروب ولبن في نص الصحراء؟ الله العالم. الحمد لله رب العالمين. يعني المنتجات وعمليه الله يسلمكم الاستثمار في الاغذيه شيء مهم جدا في اماراتنا الحبيبه. اللهم ادم علينا نعمه الامن والامان. واحد يغير شويه وجدول رحلتنا مثل ما قلنا لكم الموسم هذا موسم مفعم جدا بالمغامرات ومفعم جدا بكل اماكن الدوله الحبيبه. تحديث للرحله درجه الحراره 28 جميل، الجو رائع، الجو يعني ممتع جدا في الخط ما شاء الله. يعني نحن لا حسينا بحروره ولا شيء، الهواء بارد ما شاء الله والشمس دافيه، مو بحاره دافيه، فرق بين الدفء والحراره، حراره يعني صلاح يعني باربكيو، لكن الدفوة انت بردان تدفى تدور شيء تدفى به. فوصلنا الحمد لله رب العالمين وبالاتجاه ان شاء الله الى اقرب مسيد. بشوف ان شاء الله الخطه يا شباب الحين وبنوافيكم اول باول ان شاء الله في مدينه العين. يا سلام يا سلام يا جماعه على جمال مدينه العين. هذا مسجد الشيخ خليفة الله طول عمره في مدينة العين، جميل صراحة، تحفة فنية ما شاء الله تبارك الله، شغل جميل صراحة، جميل جميل. الحين نحن إن شاء الله متجهين إلى وسط المدينة، دائما تبعوا مركز المدينة على أساس أنه الأماكن كل شيء موجود هناك، مطاعم كوفيات كل شيء إن شاء الله موجود. وصلنا فندقنا الله يسلمكم. بعد ان شاء الله بشوف اذا في باركنات هني ولا ما شيء. وصلنا الحمد لله رب العالمين في السلامه الفندق. هذا الفندق الله يسلمكم. هني وقفنا الدراجه. تريا بس صاحبي ان شاء الله يوصل الحين قريب. شل اغراضنا ان شاء الله. شي نصلي عملنا الله خير. عقب طالعين ان شاء الله على الغداء ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هذا الفندق الله يسلمكم. رتبنا اغراضنا، جهزنا كل شيء الحمد لله، جهزنا الاغراض وقصرنا على المكيف، نصلي ان شاء الله الظهر الحين. الظهر والعصر باذن الله سبحانه وتعالى متحركين عقب نتغدى. ومن ثم ان شاء الله الى هذه درجاتنا موجوده هناك اذا تشوفونها موجوده تحت هناك.
عقب ان شاء الله منطلقين الى جبل حفيد باذن الله سبحانه وتعالى. فندق جميل يا جماعه، هذا نادي العين، نادي العين عدالنا هني، وحلى كوفي فتشوا راسنا شوي فيه عقب الخط، وان شاء الله بنصلي ومتحركين باذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحين منطلقين ان شاء الله رب العالمين الى جبل حفيد، وبعد الله يسلمكم جبل حفيد الى منطقة مبزرة الخضراء في جبل حفيد ان شاء الله رب العالمين. مسافة الطريق الله يسلمكم 32 كيلو نص ساعة، الساعة 4:25. والاجواء يا جماعة اجواء جميلة ما شاء الله، اجواء باردة، الجو جميل جدا يعني هنا في مدينة العين والله الحمد. اخر مرة الله يسلمكم جيت العين فيها قبل 4 سنوات تقريبا قبل 4 سنوات، ما شاء الله يعني البلاد تغيرت 180 درجة. شوفوا معي استاذ الشيخ خزاع بن زايد ما شاء الله في مدينة العين، هاي التحفة المعمارية، استاذ القطارة يسمونه ما شاء الله. الأجواء العصرانية يا جماعة جميلة صراحة ما شاء الله، شيء جميل شيء جميل، بلاد جميلة ما شاء الله، بلاد حلوة. التخطيط ان شاء الله رب العالمين جبل حفيد مبزرة ولا مبزرة جبل حفيد ما ندري، لكن الاجواء الصبح جميلة ترى في وقت النهار في جبل حفيد الاجواء جميلة. شوفوا معي يا جماعة ما شاء الله. طبعا يا جماعة الخير مدينة العين كما قلنا لكم مشهورة بأشجار النخيل الرائعة الجميلة، ومشهورة بالتمر، التمر الجميل لذيذ صراحة، خاصة منطقة الفوعة مشهورة بتغليف وتعبية التمور. البلاد تغيرت ما شاء الله يعني من وين استوت وين، شيء رائع صراحة، شيء جميل. الله يدوم عليهم إن شاء الله نعمة الأمن والأمان إن شاء الله، ونعمة التطور، الله يعز الإمارات ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل صراحة. العين حلوة، أحس في العين كأني في 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 بيتي في قريتي، يعني في سبحان الله يعني جو أسري جو عائلي، ما أعرف ليش، هل أنا الوحيد اللي أحس كذي ولا الكل يحس بهذا الشعور، يعني احس اني كاني في بيتي يعني، لان اجواء عائليه اجواء اسريه. ليش؟ لان سلاحظ ان اغلب البيوت عدال بعض، هذا عدال هذا هذا عدال هذا، 4-5 بيوت في مكان واحد، 3 بيوت في مكان واحد، يعني يدل على الالفه الاسريه الموجوده الله يدوم عليهم ان شاء الله، هذه الالفه الطيبه ما شاء الله. ف شيء جميل صراحه. الشيء اللي انا مستغرب منه الله يسلمكم انه ماشي دراجات، ما شفنا دراجات لين الحين، يمكن في الليل يطلعون جايين من الدوامات الجماعه ويريحون في الليل بيطلعون، يمكن الدراجه الوحيده اللي شفتها الصبح احنا سايرين او الظهر سايرين نتغدى كانت هارلي، وكانت على الشارع الثاني، لكن اتوقع الجماعه يعني حتى يعني واقفين وقفنا نحن عند الاشارات، الكل كان مستغرب يعني طالعنا نحن. هاي فائدتي يوم اقول لك خذ ادفنتشر، هاي فائدتي يوم تاخذ ادفنتشر، مو بشرط يكون بي ام، اي دراجه ادفنتشر خذها، ليش؟ لانك مميز يعني، يعرفون هذا الريال ما شاء الله راعي مغامرات. فبالعكس يا جماعه يعني ان شاء الله الامور طيبه والاجواء جميله صراحه، اجواء جميله، جو العصرانيه جو جميل صراحه، اللهم لك الحمد والشكر. ابغى اوصلكم يا الله يسلمكم انه المنطقة كاملة يمين ويسار تروحون ريحة العشب وريحة الشير فيها، هذا المميز في الدراجة، انك اليوم تحس وتشم وتشعر باللي حوالينك بشكل كامل. قربنا تقريبا ان شاء الله من منطقة جبل حفيت ومبزرة والعين الحارة، العين الفايضة هي عين حارة في يعني مشهورة هنا في مدينة العين، العين الفايضة عبارة عن نبع كبريتي، عين كبريتية
اي واحد بعيد الشر عنكم عنده روماتيزم عنده كذا، حتى نحن اذا حصلنا فرصه بنسير البزره بنحط ريولنا في الماء الحار ان شاء الله هناك براويكم اياه. في الليل اكيد يكون الجو بارد، للاسف نسيت الجاكيت، لكن ان شاء الله يعني يسد الحيه جاكيت الدراجه ان شاء الله. فالناس ما قلت لكم يا جماعه ما شاء الله يبقى الحفيد بدا يظهر قدامنا، هو منظر جميل منظر رائع جدا يعني في هذا المكان، شيار ونخيل وخضره وجو جميل ومدينه حلوه، منظر اللي يبقى شيء يعني في رهبه، في شيء يعني زي ما تقولون شيء في رهبه، شيء في شموخ وعز ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني انتم انا ما قلت لكم خلكم تابعيننا، لازم تشوفون ولازم تعيشون الاماكن اللي نسير له يعني ونطالع بكل دقه وبكل تفاصيل. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعه الخير اول ما تدشون الله يسلمكم صوب جبل حفيد، هذه محميه جبل حفيد اسمها، المنطقه كامله هذه محميه جبل حفيد، هذه المحميه بموجب قانون بلديه ابو ظبي وحكومه ابو ظبي الكريمه، ما يعني كل شيء فيها محمي من ناحيه شو الاصطياد القتل كذا الامور هذه محميه بشكل عام، يعني حفاظ يعني في حياه طبيعيه داخل وراء السد الاخضر هذا او الحاجز الاخضر، في حيوانات تعيش طبيعتها، شير يعني موجود نادر، يعني الحفاظ على الحياه الطبيعيه جماعه يعطي روح للمكان بشكل كامل ولله الحمد. يعني الجماعه جدا جدا مهتمين. يعني هذا جبل حفيد الله يسلمكم على اليمين، ومبزرة الخضراء الله يسلمكم تحت، بتكون تحت اليبل، لكن نحن ان شاء الله رب العالمين منطلقين الى قمة الجبل ان شاء الله رب العالمين في البداية، وقراب المغرب ان شاء الله نحن نازلين وبنجلس على مبزرة الخضراء نفس ما قلت لكم، وبنحط ريولنا في الماء الحار مثل ما يقولون، يعني حط ريولك في ماي حارة. شوفوا الطبيعة سبحان الله كيف تغيرت من مدينة جميلة إلى مدينة أجمل، شير خضرة. شوفوا قدامنا صورة اللي نزلتها إياكم في الأماكن، الصورة أو الحلقة اللي تكلمت فيها عن زيارتنا الأماكن الطبيعية في دولة الإمارات كان صورة جبل حفيد، لهي خمس أماكن أرجوكم تنزلون فيديو وتشوفون الله يسلمكم. شوفوا ماي طبيعة الإبال، شوفوا معي ما شاء الله كيف الخضرة. طبعا نكملنا سيدي بندش عمان صوب مزيد، منطقة مزيد والحدود وعلى سلطنة عمان الشقيقة، ان شاء الله ان شاء الله رحلة الجاية ان شاء الله بتكون عمان بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن متعوا نظريكم يا جماعة على العشب الأخضر، سبحان الله الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله كان يحب يجيب بزرة يعني ويهتم فيها بصورة يعني جعلت من هذا المكان مرتع سياحي جميل جدا، يعني خضرة وحشيش، حتى في استراحة هني اسمها استراحة الشيخ زايد موجود ان شاء الله اللي هناك، ان شاء الله اذا وصلنا صوب هذا بنراويكم اياها ان شاء الله رب العالمين. اهتمام بالطبيعة جدا مهم يا جماعة وجدا ممتع، يخلي الناس يعني عيونك تحس فيها طلعوا فيتامين، الطبيعة تعطي فيتامينات حلوة للعيون. سبحان الله سبحان الله، دائما الطبيعة يعني تخلي الواحد يجحل عيونه مثل ما يقولون. هذه استراحة شيخ زايد الله يرحمه، استراحة مخصصة حقه هو بس الله يرحمه. والآن الله يسلمكم بداية الانطلاقة على جبل حفيد إن شاء الله رب العالمين. طبعا درجة الحرارة بتبدأ الله يسلمكم بالانخفاض شيئا فشيئا، يعني كل ما ارتفعنا كل ما بدأت درجة الحرارة تنخفض أكثر وأكثر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نفس ما قلت لكم في حلقة جبل جيس أن طريق جبل جيس يعد الأفضل والأحسن، أن هذا جديد هذا قديم، يعني ما شاء الله كم عمره هذا 20 سنة تقريبا الشارع هذا، الله العالم. يعني جبل جيس ما صار له 10 سنوات 11 سنة أو أقل بعد، فبنلاحظ الله يسلمكم الأمور جميلة. نحن حاليا في ارتفاع
إلى قمة الجبل والكيرفات الجميلة هذه اللي بتصادفنا الحين على الخط. الله يسلمكم، ونحن متجهين إلى الأعلى إن شاء الله. طبعاً طبيعة جبل جيس الله يسلمكم قريبة من جبل حفيد. تلاحظون الحجر، الحصى عفواً، التضاريس الموجودة هني. التضاريس الموجودة هنا قريبة منها نفس ما قلنا ونعيد ونكرر، إذا أنتم حافظين الدرس الله يسلمكم. امتداد سلسلة جبال الحجر، امتداد شو؟ سلسلة جبال الحجر. ودرجة حرارة كل ما ياها في الانخفاض، أتوقع بنوصل فوق درجة حرارة 20-25 قريبا. هاي استراحات طبعا، ما شاء الله الناس تيجي هنا وتستريح. يا سلام يا سلام يا سلام، أجواء جميلة يا جماعة، أجواء جميلة. روح يا أبو حميد ما شاء الله عليك. النسخ يا جماعة، النسخ هنا كلير، النسخ جميل صافي، الجو فوق الجبل جو صافي نظيف. درجة الحرارة الحين الله يسلمكم 24 فوق يمدة، فوق برد أكيد 100%. سلام اللي يركض واللي يسوق سيكل. يا سلام يا سلام يا سلام على الأجواء، يا سلام على الأجواء. درجة الحرارة 22 يا جماعة، درجة الحرارة 22 وكيرف على صعدة، ونحن على قمة جبل حفيد. يا سلام يا سلام يا سلام، ودرجة الحرارة الله يسلمكم 20، درجة الحرارة الحين 20. إن شاء الله نشوف لنا مكان بنوقف بنيلس. أتوقع المنظر هنا أحلى. اتوقع المنظر هناك احسن طال عمرك. ها ما دافي، ما ادري على راحتك طال عمرك، ما في شيء ولا تبان هناك، ده المنظر احلى على المدينه تعرف. حياكم الله يا جماعه، حياكم الله. والله يا جماعه درجه الحراره 19، يهني يمده، بردنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والحين الله يسلمكم نازلين ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. سكرت الدنيا كلها يا الله وركبت ال 360 على اساس اني اعطيكم صوره. الله يسلمكم وانا نازل، وعلى بركه الله نازلين مبزرة الخضراء ان شاء الله. يا سلام على مدينه العين، يا سلام على مدينه العين، يا اضواء مدينه العين الجميله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله، تحفه تحفه، رسمه مثل رسمه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله.
تقريبا الجو ادفى يا جماعه الحين تحت 20 درجه حراره، يعني درجه واحده زادت بس. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما كنا متوقعين البروده بتكون 19 فوق على قمه جبل حفيت. ما شاء الله تقهوينا يا شباب، عملنا الله خير، تعرفنا على شباب هناك بعد موجودين فوق يسوقون سياكل ما شاء الله عليهم، كانوا يسوقون سياكل، فبالتالي الله يسلمكم. سولفنا وياهم قصرنا الدوب، وحين ان شاء الله رب العالمين مثل ما قلنا لكم متجهين الى بزر الخضراء باذن الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله بنكمل عقب الى نص مدينه العين، داخل مدينه العين ان شاء الله بنشوف ان شاء الله شو الاشياء اللي ممكن احنا نغطي لكم اياها، بنغطيها ان شاء الله لا تحاتون باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه بزر الخضراء الله يسلمكم، وهي عباره عن مسطحات خضراء، وهاي البحيره ان شاء الله هناك بسير ان شاء الله بنوقف عند عقب شويه الحين ناخذ لنا كم صوره، واذا حصلنا فرصه نغطي طريولنا في الماء الحار كان بها ان شاء الله رب العالمين. هذا جبل الحفيت الله يسلمكم، من وين نحن نازلين تشوفون معي جبل الحفيت فوق هناك، نحن نازلين بالشارع هذا هذا الحنيش، البحيره جميله ما شاء الله. يلا الماي يا سلام يا سلام ما شاء الله، الناس موجودة هنا في كل مكان مستانسين، الأجواء الجميلة أجواء العائلية ما شاء الله. قنوات المائية على اليمين الله يسلمكم، إن شاء الله بنشوف لنا مكان الحين بنوقف. ما شاء الله ما شاء الله جميل الجماعة، اللي هو جميل ما شاء الله. شوف العشب ما شاء الله الخضرة الموجودة على الجبال ما شاء الله. هناك قالوا لنا في ماي حار داخل، ماي دافي هذا هنا على كلامهم. والله يا جماعة ما شاء الله صراحة شغل عدل، غطينا ريولنا الله يسلمكم في الماي الحار الماي الدافي. يا سلام يا سلام والله جلعت الويع جلاع ما شاء الله تبارك الله. والحين ان شاء الله رب العالمين متحركين الله يسلمكم، سايرين ان شاء الله الى مطعم يمدحونه هنا قريب. بس قبل المطعم هذا، هالمطعم شو يسوي؟ يسوي احلى قرص تقريبا في العين كلها ما شاء الله. فالحين احنا سايرين الله يسلمكم، ومن عقب ان شاء الله بنشوف لنا مكان بعد نتعشى فيه او نتعشى عندهم بنشوف على حسب ان شاء الله. لكن كانت جلسه جميله صراحه، استرخاء جو بارد وتحت الماي حاد دفوه، الواحد اذا مو متعود بيرقاد على طول ما شاء الله من وراء الامور هاي كلها تبارك الله. يا مساء الانوار حياكم الله، يا مرحبتين. طبعا الحمد لله رب العالمين تعشينا وعملنا الله خير وضبطنا امورنا، والحمد لله رب العالمين. والحين متجهين ان شاء الله رب العالمين الى الفندق الله يسلمكم، ان شاء الله ان شاء الله. مسافه الطريق تقريبا 6 دقائق، مسافه الطريق 6 دقائق، والجو يا سلام يا جماعه، يا الجو يا سلام يا سلام يا سلام، درجه حراره الجو الله يسلمكم 23 تبارك الله. كانت جولة جميلة اليوم صراحة يا جماعة لجبل حفيت، ومن جبل حفيت على مبزرة، وتودلنا الله يسلمكم في الماء الحار، وتعشينا. اللهم لك الحمد والشكر على النعمة، والحمد لله على الشكر على الأجواء الطيبة هذه. والحين إن شاء الله رب العالمين راجعين الفندق، لكن إن ضاربني تعب يا جماعة غير طبيعي صراحة، لأن من الساعة 7 نشيت وما رقت وتغدينا وطلعنا على طول الله يسلمكم، تغدينا وطلعنا على طول. يعني يا دوب بس جلسنا نص ساعة تقريبا بس في الفندق. الحين إن شاء الله يعني قريب الفندق وختام جولتنا اليوم إن شاء الله تشارفت على الانتهاء بفضل الله سبحانه وتعالى.
انتظرون ان شاء الله في جولة باشر باذن الله، ان شاء الله منطلقين الى مكان جميل بعد ان شاء الله رب العالمين. يا صباح الخير، صباحكم الله بالخير، يعطيكم العافية، كيف حالكم؟ اليوم الثاني في رحلتنا لمدينة العين. طبعا ياسين جهز اغراضنا الحين، هذا التمر الله يسلمكم، هذا الكوفي، جهزنا الاغراض، خلينا الماء يفور الله يسلمكم، نظفنا الماكينة، نظفنا ماكينة الكوفي، نشغل الماء الله يسلمكم ان شاء الله، وبنحسن هاك الكوفي العدل الحين ان شاء الله رب العالمين، تمهيدا الله يسلمكم للانطلاق عقب شوي. بعدنا ان شاء الله بنتملين قراب العصر ان شاء الله في العين، والامور طيبه ان شاء الله. أسلمكم على الخط الصغير هذا، شوفونه الخط الصغير هذا. بناخذ لفه في المول بنشوف شو عندهم، وبعدين ان شاء الله رب العالمين اذا قدرنا نسير الواحه، قدرنا ما قدرنا بنسير الله يسلمكم محل مرحلاتنا معروف. طبعا الشباب من المملكه الله يعطيكم الصحه والعافيه، تعرفون المحل هذا اللي هو محل السنيدي، نحن فاتح عندنا الفرع الاول الله يسلمكم في الامارات في العين، فان شاء الله بنمر عليه بنشوف شو عندهم وشو الاشياء اللي ممكن احنا ناخذها ونستفيد منها ان شاء الله على المول، وإن شاء الله على الخط إذا حصلنا فرصة أو إذا في مكان ثاني إن شاء الله بنسير له بنخبركم عنه إن شاء الله. يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، حياكم الله يا مرحبتين، في طريق العودة إن شاء الله رب العالمين إلى عجمان دار الأمان بعد هذه الجولة الطيبة في مدينة العين. كانت رحلة سعيدة ورحلة جميلة جدا يعني، ما شاء الله تبارك الله، في مدينة العين يعني صرنا الأماكن اللي شفتوها ما شاء الله واللي إن شاء الله براويكم إياها، بس في الطريق الله يسلمكم إن شاء الله ساعة ونص إلى عيمان تقريبا عن طريق الإمارات العابرة إن شاء الله رب العالمين. درجة الحرارة 30-31 تقريبا، السايبة زينة ممتازة حق الخط أو ضرب الخطوط إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، واتمنى انكم يعني استانستوا معانا في رحلتنا ان شاء الله هذه في مدينة العين. لا تنسونا باللايك والشير والدعم الايجابي والتعليقات الايجابية، يعطيكم العافية، وتلاقى معاكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.